السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. الفيديو اللي الناس كلها مستنياه هو فيديو اعلان نتيجة المسابقة، كنا اعلنا عنها من 3 ايام، والنهاردة السحب ان شاء الله، السحب على 5 جوائز. الجائزة الاولى ان شاء الله هتكون عبارة عن كوبون مشتريات من مجدي بقيمة 1000 جنيه. الجائزة التانية ان شاء الله هتبقى كوبون مشتريات بقيمة 500 جنيه. الجائزة الثالثة والرابعة والخامسة هتكون بقيمة 250 جنيه لكل فايز إن شاء الله. حاولنا طبعا إن احنا نحاول نطلع الفايزين من الكومنتات عن طريق إن احنا نرول الكومنتات، لكن بصراحة الموضوع كان صعب جدا، أكتر من 8000 كومنت عشان نطلع منه الموضوع دوت، هيبقى بالنسبة لنا صعب جدا يعني. ولكن احنا لقينا ان موضوع الموقع بتاعنا كومنت بيكر هيكون اسهل، وطبعا هو فير جدا، هو ما يعرفش حد الموقع، ما انت بتحط له لينك الفيديو وهو بيدور يعني اي كومنت بيقابله بيقف عليه وبيبقى هو الفايز يعني. طبعا الموضوع حظ. نبتدي مع بعض عشان ما نطولش عليكم في الفيديو. ان شاء الله الخمس متسابقين ان شاء الله معانا 5 جوائز ان شاء الله النهارده، من ضمن التعليقات لخمس افراد هيفوزوا معانا ان شاء الله. ونقول بسم الله كده وناخد لينك الفيديو اهو، ده البرنامج بتاعنا. طبعا احنا كنا المسابقة اللي فاتت كنا فلترنا التعليقات عشان التعليقات المكررة، ولكن الناس زعلت مننا، فقلنا النهاردة ان احنا مش هنفلتر تعليقات وهنسيبها، لكن اللي هيفوز مرتين ده هيبقى هيضيع فرصة ان حد تاني يفوز. فطبعا هيبقى اللي هيفوز مرة واحدة هيبقى هيدي فرصة لغيره ان هو يفوز ان شاء الله في جايزة تانية يعني وراه ان شاء الله هتبقى يعني نتمنى الناس كلها تكسب والناس كلها تفوز معانا. وان شاء الله في الشهور اللي جايه احنا وعدناكم كل شهر بمسابقه ان شاء الله جديده وجوائز قيمه يعني. يا رب كل مسابقه يبقى فيها حد مختلف عن المسابقه اللي فاتت. ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيبتدي يعد الكومنتات اللي موجوده على الفيديو. احنا قلنا تقريبا 7500 او 8000 كومنت وصلونا على الفيديو. زي ما قلنا يا جماعه، لازم الناس اللي هتكسب معانا لازم تكون مطبقه الشروط، لازم تطبق الشروط. اللي مش هيطبق الشروط او اللي عمل اشتراك وخلاص او اللي عمل كومنت وخلاص وهو مش مشترك طبعا مش هيكسب معانا حاجه. لازم الشروط الخمسه تكون مطبقه عشان اقدر انا انفذ بوعدي. تقريبا كده هو قرب ينتهي يعني، كده هو انتهى. 7722 تعليق. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه ونقول ستارت لاول فايز معانا ان شاء الله. هو دلوقتي بيدور جنة القرآن، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اول فايزه معانا هي جنة القرآن، فايزه بالجائزه الاولى وقيمتها 1000 جنيه مشتريات من مجدي. تقدري حضرتك تيجي تستلميها، او لو حضرتك من بره اسماعيليه حضرتك تختاري من على الجروبات من عندنا اللي انت عايزاه بقيمه ال1000 جنيه، ومش مش هتتحملي تكاليف الشحن او النقل، احنا اللي هنتحمل كل حاجه. الف مبروك لجنه القران، الفوز بقسيمه مشتريات بقيمه 1000 جنيه من مجدي. نقول بسم الله. والمركز الثاني 500 جنيه قسيمه مشتريات من مجدي. ياسمين شلبي، الف مبروك ياسمين. ياسمين شلبي كسبت معانا كوبون مشتريات بقيمة 500 جنيه.
ياسمين مجلة القرآن، هنبعت لها برضو اشتراك. ياسمين شلبي فازت معانا المركز التاني بكوبون مشتريات بقيمة 1000، بقيمة 500 جنيه، أنا آسف. هنشوف معانا الفايز بالمركز التالت بكوبون مشتريات بقيمة 250 جنيه. إسراء مش عارف بقى، بوم إسراء إسراء وخلاص، هي إسراء كسبت معانا. إسراء ده يعني كسبت معانا في المركز الثالث كوبون مشتريات بقيمة 250 جنيه. مبروك لإسراء. وعندنا المركز الرابع، نقول بسم الله. نيو وورلد اي تيب، نيو وورلد، والتعليق بتاعها مجدي. نيو وورلد المركز الرابع كسبت معانا كوبون مشتريات بقيمة 250 جنيه. ألف مبروك نيو وورلد. المركز الخامس والأخير بقيمة 250 جنيه كوبون مشتريات من مجدي. هبة عبيد، هبة عبيد فازت معانا بالمركز الخامس وكوبون مشتريات من مجدي بقيمة 1000 جنيه. هبة عبيد ألف مبروك يا هبة، وألف مبروك لكل الناس اللي فازت معانا النهاردة. يا رب إن شاء الله في المسابقات اللي جاية ناس أكتر تفوز، وفي ان شاء الله كل يعني شهر 12 ان شاء الله، في اول شهر 12 هيبقى فيه المسابقة اللي جاية، هنعلن عنها طبعا. ان شاء الله يبقى فيه 5 جداد فايزين معانا. الف مبروك للفايزين النهاردة، واللي ما فازوش يا ريت ما يزعلوش بجد. ان شاء الله انا بتمنى ان كل الناس والله تكسب معانا باذن الله، وان شاء الله المسابقات اللي جاية كتير وهيبقى فيه فايزين كتير ان شاء الله. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.